لازم بعد بعد ولا قبل ولا كذا نقرش نقرش لازم بعد لازم هاي تحلاية عشان صح خليني اعرف يحكي تقول لي جيب ولا شيء شو العروه لو انا بحكي معك ليش فصلت التلفون انت؟ متى؟ لما رنيت عليك قبل شوي انت؟ عن طريق الوزارة طفى والله التلفون بالشاحن طبعا انت التلفون الحامل بقول لك طفى يعني طفى التلفون 34 يوم بضل شحن كيف بتطفي معك؟ انا بطفي معك قد ما بحكي Thank you.
خلاص اخر مره تعدي مشكلتي يا مشكلتي تستو تو تك هل ايوه ايوه ذهب صبرك علي بس خمس ثواني خلص خلصت
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالترحيب الكبير بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة. هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى الأردن بصفته وزيرا للخارجية. لكن كنا سعدنا باستقباله سابقا عندما كان في مواقع مسؤولية أخرى. اليوم كان فرصة لحوار شامل معمق بدأ بالتأكيد على مركزية علاقات الشراكة والصداقة الاستراتيجية التي تربط المملكتين. علاقاتنا متميزة على جميع المستويات، العلاقة بين العائلتين الملكتين في البلدين، علاقات التعاون المتنامية بين الحكومتين، وعلاقات الصداقة التي تربط الشعبين أيضا تاريخيا. المملكة المتحدة هي شريكنا الأقدم وهي أحد أهم شركائنا. نعمل معا انطلاقا من رغبة مشتركة في أن نطور التعاون في مختلف المجالات. نثمن عاليا الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في دعم مسيرة التنمية في المملكة، في مساعدتنا على تحمل تبعات الأزمات الإقليمية التي تنعكس علينا وعلى اقتصادنا. فكل الشكر جيمس على الحوار المهم الذي أجريناه اليوم، وأعتقد مخرجه الأساس هو أننا مستمرون في العمل معا شركاء في تنمية علاقاتنا على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الاستثمارية السياحية التعليمية، وأيضا في مجال الدفاع والأمن. تربطنا شراكة عميقة قديمة ومؤثرة وفاعلة، ومستمرون في تطويرها في إطار حرصنا المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وأود أن ننوه هنا أيضا بأننا نشكر المملكة المتحدة أيضا على قرارها تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول للمواطنين الأردنيين عبر منح الأردنيين فرصة الحصول على تأشيرة إلكترونية، وهي في أوائل الدول في المنطقة التي حصلت على ذلك أيضا. وهذا أيضا مؤشر على حرصنا المشترك على أن نوجد السبل التي تتيح المزيد من التعاون والانفراد بين جميع قطاعات المجتمع. تحدثنا اليوم بشكل معمق أيضا حول القضايا الإقليمية. بالتأكيد كان التركيز على القضية الفلسطينية، ونثمن أيضا موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الدولتين الذي نتفق وأصدقائنا في بريطانيا على أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة لأمن واستقرار المنطقة، وأيضا حاجة دولية من أجل إيجاد الظروف التي تتيح لنا جميعا أن نعمل على مواجهة التحديات المشتركة. نعرف صعوبة التحديات التي تواجه جهود إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية للتقدم نحو حل الدولتين، لكننا نقول بأنه يجب أن يتم فورا وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. هذه الإجراءات تشمل الاستيطان توسيعته، تشمل مفاوضة الأراضي الفلسطينية، تشمل تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، ولكن أيضا نؤكد على خطورة استمرار الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى الحرم الشريف. هذه الإجراءات لا تسهم إلا في زيادة التوتر، وندين ما رأيناه اليوم من اقتحامات واستفزازات كبيرة للمسجد الأقصى وممارسات طقوس يرفضها القانون الدولي، حيث أن المجتمع الدولي كله وقرار يونسكو يقر بأن المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف مساحته الكاملة هو مكان عبادة خالص المسلمين. هذه الاستفزازات، هذه الاقتحامات، هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى لن تسهم إلا في زيادة التوتر وفي تصعيد التدهور الذي نعمل كلنا جادين من أجل وقفه، لأننا نعتقد جازمين بأن وقف التدهور وإيجاد أفق سياسي والتقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد الذي
السلام وحل الدولتين، هذه الإجراءات وهذه الاستفزازات تقوض حل الدولتين، وبالتالي لابد من وقتها حتى نصل إلى هذا السلام الذي نريده ونحتاجه جميعا. والمملكة الأردنية الهاشمية كما أكدت لي معالي الصديق مستمرة في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور ولحماية حل الدولتين، وبالتالي حماية حقوق المنطقة وشعوب هذا العيش بأمن وسلام واستقرار. تحدثت ومعالي الوزير أيضا على العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، بالتحديد تحدثت عن تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والمنظمات الأممية التي ترنى بهم. نحن نشكر بريطانيا على ما تقدمه من دعم للاجئين ولهذه المنظمات الدولية التي تعمل من أجل توفير العيش الكريم لهم، لكننا نحذر من أننا كمملكة أردنية هاشمية تجاوزنا طاقتنا الاستيعابية، لن نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين إلا إذا التزم المجتمع الدولي أيضا بمسؤولياته وقام بما عليه فعله. توفير العيش الكريم للاجئين هو مسؤولية مجتمعة، المجتمع الدولي يقدم ما عليه والدول المستضيفة تقدم ما عليها. نحن في الأردن قمنا بكل ما هو ممكن لتوفير العيش الكريم لأشقائنا السوريين، حوالي 1,300,000 شقيق منهم، لكن تراجع الدعم الدولي وإعلان منظمات أممية مثل برنامج غذاء دولي وقف مساعداته سيزيد من معاناة اللاجئين. وأقولها بصراحة أن مسؤولية هذه المعاناة هي مسؤولية هذه المنظمات ومسؤولية من قصر في توفير الدعم لهم وليس مسؤولية الأردن. مستقبل اللاجئين هو في بلدهم، وبالتالي يجب أن نعمل من أجل توفير الظروف التي تتيح العودة الطبيعية لهم إلى بلدهم، وهذا جزء من الجهد الذي نقوم به في المملكة وبالتعاون مع أشقائنا في الدول العربية والمجتمع الدولي، وهو كان محط جهودنا المكثفة في الفترة الماضية. وأطلعت معالي الوزير أيضا على الجهد الذي نقوم به بالتعاون مع أشقائنا في الدول العربية من أجل إيجاد مسار سياسي يأخذنا باتجاه حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها الأمنية والإنسانية والسياسية وبما يتيح العودة الطوعية للاجئين. تحدثنا في مجمل قضايا إقليمية ودولية أخرى، وأعتقد أن نقطة الانطلاق لنا هي أننا مستمرون في العمل معا من أجل في جهودنا لحل الصراعات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء وتوفير البيئة الإقليمية التي تسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومعالجة تحديات المناخ وغيرها من التحديات. فكان الحوار اليوم هو حوار بين أصدقاء، حوار بين شركاء، ومرة أخرى أرحب بك جيمس في الأردن وأتطلع إلى المزيد من النقاط والحوار الذي يبني على علاقاتنا التاريخية ويؤسس في تعاون مستقبلي مثمر ومؤثر أيضا. شكرا لك، تفضل الحديث. Thank you. It's a genuine pleasure to be back in Jordan. As you said, this is my first trip to Jordan as the UK's Foreign Secretary, but I have previously visited this wonderful country in my role as the Minister, UK Minister for the Middle East and North Africa. My good friend, Your Excellency, Ayman and I have the opportunity quite regularly to meet and discuss the full range of issues which affect our two countries, our bilateral relationship, but also the region and the wider world. It is, I'm sure, unsurprising for you to hear that the UK regards Jordan as one of our closest friends, a very long-standing international friend and ally. We have a very long history stretching back well over a century, and the strength of the relationship manifests itself in many levels. Of course, our royal families know each other well, and I would like to
formally put on record the gratitude of the British nation for the kind words of condolence and the presence at Her Late Majesty Queen Elizabeth's funeral, but also to be joined in celebration at King Charles III's coronation. We are very, very grateful that the Jordanian people were represented at those events. And can I also pass on my congratulations for the wedding of the Crown Prince and the Crown Princess last month. But of course, we are united by bonds that go much deeper than just our royal families. Our defence and security relationship is very, very long-standing. Our diplomatic relationship, as you already heard and as I will discuss shortly, is close, and it is important. I very much value the insight, the knowledge, the experience and the thoughts of my good friend, the Foreign Minister, when I make my decisions about our actions in the region and beyond. And the clarity, the openness and the candour of all our conversations is of genuine value, and it is made more useful because we know each other so well, and we understand, I think, each other's challenges. So Jordan plays an incredibly important role as a conciliator and a peacemaker. We welcome, we value the role that Jordan as a nation plays, but also His Majesty the King and the work that he personally does trying to advance the cause of regional peace and security. And I'm very happy to put on record that the United Kingdom will continue to play a supportive role of Jordan in general and His Majesty the King in particular in the actions that they take to try and improve the regional situation whilst also protecting Jordanians and those living here within Jordan's borders. The Foreign Minister and I, in our meeting, of course, talked about the regional security situation. The Foreign Minister has highlighted our mutual desire to see a peaceful, sustainable two-state solution with Israelis and Palestinians living in peace and prosperity, and we will continue to work jointly to that end. I would also like to put on record the UK's gratitude for Jordan's role as custodian of the holy site, and we will, as I say, continue to support Jordan's efforts, bringing people together, trying to set forward a roadmap to peace, because it is in everybody's interests that that is achieved. Of course, Jordan has, for many, many years, decades indeed, been the home for a number of refugees from around the region. Refugees from over 30 countries, and representing a very significant proportion of those people living within Jordan's borders. Jordan per capita has more refugees than any other country in the world. We recognise the unique challenges that that places on Jordan's physical and social infrastructure, as well as Jordan's economy. We want to make sure that the pressure that Jordan experiences because of that generous hosting of refugees is recognised. The UK has been a long-term supporter of Jordan, and I'm very pleased that that support will continue, and that I'm announcing another £30 million of new funding for cash assistance directed towards refugees. But ultimately, just as my friend Ayman has said, the ultimate best way of resolving this refugee hosting challenge is to make sure that the nations from which those refugees have come are made safe,
and those people are able to go back to the countries that they call home. That is particularly the case with Syria, and I recognise the Arab world's desire to create peace and stability in Syria, so that those Syrians who are scattered across the region can go back to their homes, which is what they ultimately, of course, wish to do. But in the meantime, working with Jordan to ensure that its infrastructure and its economy is able to support those refugees is key. That's why I'm very pleased that our trade volumes with Jordan have increased, supported by the new trade agreement that we have between our two countries, and we'll continue to work. The UK will continue to work with Jordan to build its economy, to enable it to, as I say, be as generous as the head and heart of this nation would dictate, but also to make sure that the future for Jordanians, particularly young Jordanians, is a bright one. I was very, very pleased this morning. Had the pleasure to meet some entrepreneurial people, men and women, who are involved in a number of exciting projects, which is very much in support of Jordan's Economic Vision 2033. I heard from business leaders. I heard from people who were involved in that most traditional, that most ancient of human activities, food production. But also applying digital technology and artificial intelligence and blockchain technology to make sure that the distribution of food, not just around the country or the region, but indeed around the globe, is as efficient and as economic as possible. And it is genuinely wonderful to see that the UK's long-standing support in educating young Jordanians is playing out with the entrepreneurial spirit that I witnessed today. And that shared prosperity, not just in the here and now, but in the future, I think will increasingly be the hallmark of an incredibly long-standing and important relationship. So whether it is the strong friendship of our royal families, the close coordination of our respective governments, the liaison between our respective armed forces and security forces, Jordanians and Brits doing business with each other, doing business side by side and hand in hand across the globe, British tourists coming to your amazing country. On all these areas and on others, I have no doubt that this will remain one of the famously strong bilateral relations around the globe, and I am very, very pleased take this opportunity to reinforce that with my presence here in Jordan. We look forward to continuing this through our formal bilateral dialogue process, but I have no doubt that the images as we walked from your office to this conference room, the photographs that we see on the walls, reminding us of our strong bilateral history, that there'll be plenty more of those photographs on the walls in the future as we work together for peace and prosperity for our respective peoples. Thank you.